نروح بقى على طول على مقر النادي الاهلي بالجزيره، حيث تتواجد زميلتنا العزيزه مريم سميح اللي مشكوره هتعرفنا على كل التفاصيل وكل المستجدات في النادي الاهلي وفرقه وفروعه المختلفه. مريم، صباح الفل عليك، اتفضلي. صبح عليك يا كريم، وصبح عليك يا نهاوندو، وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا يعني هيكون معايا فيها كل الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى، ولكن طبعا يعني بدايتنا مع الفريق الأول لكرة القدم اللي خلاص أنهى استعداداته لمباراة أسوان اللي هتقام النهاردة إن شاء الله في تمام الساعة 3:45 عصرا إن شاء الله على طبعا ملعب استاد أسوان إن شاء الله. يعني دي في الجولة 19 من الدوري، يمكن دي اولى مباريات الدوري بعد طبعا عوده النادي الاهلي من كاس العالم للانديه، وايضا يعني مباراته الاولى امام الهلال السوداني في البطوله الافريقيه. ان شاء الله يعني يكون النهارده النادي الاهلي في كامل قواه، والنهارده يقدر يحقق الفوز ان شاء الله في مباراه اسوان، ويكون يعني استئناف جيد للدوري الممتاز في الجوله 19. خلينا بقى ننتقل لقطاع الناشئين اللي طبعا يعني فريق 2008 فاز على نادي الاسماعيلي بثنائيه دون رد، طبعا في المباراه اللي اقيمت امس على ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر. الحقيقه ان قطاع الناشئين يعني زي ما بقول مرارا وتكرارا بيحقق نتائج هائله جدا الحقيقه خلال الفتره الماضيه وخلال ايضا الفتره الحاليه. الحقيقه يعني ان بكده النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي 2008 بعد الفوز على الاسماعيلي بثنائيه في بطوله الجمهوريه دون رد بكده يكون رفع رصيده ل 51 نقطه، ده طبعا بعد الفوز في 16 مباراه والتعادل في 3 مباريات والخساره في مباراتين فقط. خلينا بقى ننتقل لكل الفرق الرياضيه الاخرى، وطبعا بضم صوتي لصوتكم وببارك طبعا للماسترز رجال الطايره بعد الفوز على مصافي الشمال طبعا العراقي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. دي في المباراه الاولى او المباراه الافتتاحيه في بطوله طبعا القاهره. طبعا اكيد يعني بنتمنى لهم كل التوفيق في المباريات المقبله. الحقيقه يعني ان هم ادوا اداء كبير جدا خلال الفتره الماضيه او خلال مباراه امس. الحقيقه النهارده هيستأنف طبعا يعني دور المجموعات وهيقابلوا ان شاء الله في تمام الساعه 6 مساء بني ياس الاماراتي في تمام الساعه 6 مساء على صاله 2 باستاد القاهره. وطبعا يعني هيكون في استئناف خلال الايام المقبله بكره واليومين الجايين كمان يعني لبقيه المباراه مع طبعا يعني الوكره القطري وسيب العماني وايضا خيبل اليمني. والنهارده طبعا زي ما انا قلت هيقابل بني ياس الاماراتي. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق رجال الماستر زي ما حققوا الفوز امبارح طبعا بثلاث اشواط مقابل لا شيء، النهارده ايضا ان شاء الله يقدروا ان هم يحسموا البطوله لصالحهم او المباراه لصالحهم بنتيجه ثلاث اشواط مقابل لا شيء. خلينا بقى طبعا يعني نروح لسيدات طايره الاهلي، عندهم مباراه امام سبورتنج يوم الجمعه الساعه 5 مساء على استاد القاهره. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في هذه المباراه. ايضا سيدات اليد بعد الفوز طبعا خلال الفتره الماضيه في بطوله الدوري سواء على سبورتنج او على البنك الاهلي، عندهم مباراه هامه جدا بعد غد الخميس طبعا امام نادي الزمالك. طبعا يعني زي ما احنا عارفين الدربيات نادي الاهلي والزمالك بتكون هامه جدا سواء على مستوى السله او الطايره او ايضا يعني اليد. الحقيقه ان سيدات يد الاهلي ان شاء الله عندهم مباراه، والحقيقه ان هم عدوا ليها بطريقه كبيره جدا خلال الفتره الماضيه. ان شاء الله ان هم يقدروا يحسموا هذه المباراه طبعا خلال يوم الخميس المقبل امام نادي الزمالك. ايضا بقى خلينا يعني نختتم اخبارنا النهارده وناشئات يد الاهلي فريق 2006 توجوا طبعا ببطوله كاس مصر لموسم 2022-2023، ده طبعا بعد الفوز على نادي 6 اكتوبر بنتيجه 26-20. طبعا ده يعني على الرغم من صعوبه المباراه وعلى الرغم من المباراه اقيمت طبعا على صاله طنطا امس، الا الحقيقه ان هم قدروا يحققوا الفوز طبعا ناشئات يد الاهلي 2006، وده طبعا كان في ختام منافسات البطوله. طبعا دي كانت كل اخبارنا اللي موجوده معانا النهارده سواء طبعا الاخبار المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم، نتمنى له كل التوفيق في مباراه اسوان النهارده او الفرق الرياضيه الاخرى. الحقيقه ان يعني خلال الفتره الماضيه قدروا ان هم يحققوا نتائج كبيره جدا، والحقيقه ان هم مستمرين فيها. بنتمنى كل التوفيق للفرق الرياضيه الاخرى الخاصه بالنادي الاهلي. بشكركم جدا، عوده ليكم مره اخرى. واحنا اكيد بنتمنى لهم كمان كل التوفيق، وبنشكرك يا زميلتنا الجميله مريم على هذه التغطيه المتميزه كالعاده.